طيب عايز اسالك سؤال برضو بعيدا عن الكوره كده، التاقلم بتاعك في مصر وانت الحياه اللايف ستايل في مصر مختلف طبعا عن الاماكن اللي انت كنت عايش فيها، لكن عايز اعرف اسرتك مبسوطه ومرتاحه في مصر، الاماكن السياحيه اللي شفتها ايه في مصر؟ نعم، العيلة كلها سعيدة جدا. جميل جدا ان انت تخرج في الشارع في مصر وتشوف الناس، وخصوصا مش وانا لوحدي، سواء وانا لوحدي او مع العائلة بتاعتي. الموضوع بالنسبة لي مختلف شوية لان هي ثقافة مختلفة وبلد مختلفة طبعا عليا وعلى عيلتي، ولكنه شيء جميل. احنا كل ما بنخرج كل مرة بنشوف شيء جديد كل مرة، فانا بالتالي سعيد جدا بالثقافة وسعيد بالناس وسعيد بالمعاملة الكويسة وبالاستقبال الجيد والاستحسان اللي بلقاه من الجماهير في الشارع. طيب كل اكل مصري ولا لسه؟ الاكل المصري اللي كلوا ايه كمان؟ Aí você me apertou. Com certeza eu comia muita comida nas concentrações assim. كلت الكثير من الاكل اللي موجود في المجتمع المصري، ولكن ان يكون في اسم تحديدا خاص باكله معينه ده للاسف ما قدرتش ان انا احصله، ولكن كلت اكل كتير ولقى مني استحسان وعجبني.